مرحبا بكم. وصفتنا نهار اليوم لحلوة تقليدية اللي هي الكنافة، لكن راح نقدمها لكم على الطريقة ديالي. بالنسبة للتحضير كاين 3 مراحل. طريقة سهلة جدا، يعني تقدروا تخدموها بكل سهولة، ومن المؤكد للناس اللي تحب الذوق المميز اكيد راح تعجبكم وتزيدوا تعودوا تخدموها. بالنسبة للمكونات نحتاج رطل تاع القطايف، ملعقة كبيرة من السكر الناعم، ملعقة صغيرة زبدة، والقليل من الزعفران او الكركم، ايضا كريمة التحلية والشربات. نبدأ بتقديم الوصفة. في الاول لازم تحضروا الكريمة باش تخليوها تبرد. خلطوا المكونات اللي كتبتهم لكم بارد في بارد قبل في الكسرونة وحطوها على النار وقعدوا تخلطوا حتى تشوفوها عقدت، وحطوها بجهة تبرد. بالنسبة للشربات كذلك، خلطوا المكونات بارد في بارد وحطوا الكسرونة على النار حتى تشوفوها بدأت تعقد، القوام يجيكم كما الشربات اللي ديروها في البارد. بالنسبة للقطايف خذوا هذا النوع اللي يجي في الرقيق، نهويه شوية ونحي بكمية صغيرة ونقطع بالسكين. تقدروا تستعملوا المقص. نحط ملعقة كبيرة من السكر ونخلط مليح هذوك القطايف اللي قطعتهم. الآن نحضر الصينية، نحط ملعقة صغيرة من الزبدة. بالنسبة لكم إلا ما عندكمش زعفران حطوا نصف ملعقة صغيرة من الكركم. نخلط هذه الزبدة مع الزعفران أو الكركم وندهن بهم الصينية كما راهم خلطهم، ندهن بهم هكذا ونحط القطايف. ما نحطش كامل الكمية، نخلي ربع فقط، يعني حطوا رطل غير ربع نتاع القطايف في الصينية والربع الآخر خليوه بجهة. نحاول نساوي الكمية ونضغط على القطايف هكذا. أنا استعملت صينية صغيرة باش يجي متساوي. نحط الكريمة هاي بردت اللي خدمتها من قبيل، الآن نحط كمية تاع القطايف اللي قعدت. حاولوا تحطوه متساوي، غير تغطيو هذيك الكريمة فقط، ما تضغطوش بزاف على القطايف اللي فوق الكريمة، غير قسمين حكم. الفرن راني شعلته من قبل، من قبل ما تحطوا الصينية في الفرن نقصوا للنار
لازم تكون النار قليلة جدا، لأنه تحطوا الصينية من التحت، شعلوا النار من التحت وحطوا الصينية الجهة اللي قريبة للنار. ما تاخدش الوقت بزاف تحمر بيه فيه، كي تشوفوها تحمرت من التحت يعني الطراف تشوفوهم تحمروا، تفيقوا بلي من التحت راهي طابت، شعلوا لها من الفوق. قسم القطايف يطيبوا شوية، يحمروا غير شوية، غير تخرجوا الصينية من الفرن سقيوها بالشربات اللي حضرتوها من قبل وبردت. بعد ما تشرب الكنافة هذيك الشربات أقلبوها على الصحن هكذايا. إذا خاصها الشربات زيدوا شوية على الوجه باش يمد هذاك اللمعان، وتقدروا تزينوها بالبيستاش ولا الجوز ولا اللوز، الاختيار لكم. وتحبوا تقدموها دافية ولا باردة. كما راكم تشوفوا اللون ديالها جا ما شاء الله. الآن نقسم منها طرف باش تشوفوا القوام كيفاش جات. تنقسم بسهولة لأني قطعت القطايف في الرقيق، من الأحسن استهلاكها في نهارها. الآن زين نقسم منها شوية بالمغرفة، هاي لك ما شاء الله. وإلى الملتقى مع وصفة أخرى إن شاء الله.